أعزائي طلبة وطلبات الصف السادس الابتدائي مناهج الكونكت بلس 6، معكم مستر أحمد فوزي، والنهارده ميعادنا مع الفيديو الثاني من الميدل ذا ميدل اللي هو طبعا منتصف القصة من القصة بتاعتنا اللي هي ايه A wonderful ايه سربرايز، مفاجأة ايه رائعة. طبعا زي احنا متعودنا هنبدأ بشرح السمر الملخص بتاع ايه القصة بسرعة، وبعد كده نحل الأسئلة اللي موجودة معانا على ايه على الجزء اللي احنا ايه هنشرحه مع بعض. في الفيديو التاني بقى هنتكلم على ذا ميدل اللي هو منتصف القصة، ونبدأ أول حاجة طبعا كان we listen to an audio book. طبعا بتقول لها هنا ايه، هنا مايور بتقول لمامتها كان we listen to an audio book، ممكن نستمع لإيه audio book يعني كتاب مسموع يعني صوت. قالت لها yes of course بالطبع. her mom said while Mayor and her mom choose an audiobook، هما الاتنين بيختاروا طبعا الكتاب. as looked out of the window، بص منين من الشباك. he was thinking about his school، بيفكر فين في السكول كونسرت الحفلة الموسيقية next week الأسبوع اللي بعده. he hoped بقى اتمنى لو his parents remembered it، ان هما ايه لو ايه افتكروها او تذكروها. he really wanted them، وفعلا كان عايزهم to come and watch him، ويشوفوه. Esther wanted to ask his mom about the concert، Esther كان عايز يسأل مامته او يطلب منها عن الحفلة. but she looked tired، لكن هي كانت متعبة. he decided to ask، هو قرر ان هو ايه to ask her later، ان هو ايه يسألها فيما بعد. On the weekend the parents بقى في العطلة الوالدين were busy again، كانوا ايه برضو مشغولين. سلمى planned to take the children، سلمى قررت ان هي تاخد ايه الاطفال to grandma's لتيتا. it was a beautiful day، كان يوم جميل جدا. so Asher decided to take his football، آسر قرر ان ياخد معاه كرة القدم بتاعته. he went to the garage، راح على الجراج to get this football، عشان يجيب الفوتبول. outside the garage he saw his dad's shovel، شاف بقى ايه اللي هو الكوريك بتاع ايه باباه اللي هو ده. وبقى هنا it was covered in mud، كان مغطى بيه بالطين والوحل. as he looked around the yard، قعد يبص بقى فين في الفناء والحديقة. there was nothing، ما كانش فيه اي شيء different مختلف. there no new trees، ما فيش اشجار جديدة or plants نباتات. why was the shovel، ليه هنا الكوريك so muddy. this is strange، ده حاجة غريبة جدا. suit mean Asher. آسر بقى قد ما يار وينت تو ايه هنا راحوا لزير جراند ما لتيتا. ايه هاوس ايفري داي، كل يوم. ذات ويك آسر واز وورد اباوت ذا كونسرت، آسر كان قلقان ايه بالنسبة للحفلة بتاعته. هي ريلي وونتد هيز مام، كان عايز مامته اند داد تو جو تو ذا كونسرت. هي وونتد ذيم تو هير هيم سينج اند بلاي، كان عايز باباه ومامته يشوفوه هو بيغني وبيعزف على هيز جيتار. Did you remember about it، هل هم فاكرينها. they were so busy، هم مشغولين جدا. he practiced، اتدرب. his song a lot، اتدرب على اغنيته كتير. because he wanted the concert، لان كان عايز الحفلة to go well، ان هي تمشي ايه كويس. later بقى اخيرا on Asher was playing in grandma's yard، وهو بيلعب بقى في الحديقة بتاعت تيتا. while Mayor listened to an audio book، ومايور قاعدة تسمع الاوديو بوك. Asher's friend Shady came by، جه عدى عليه طبعا صديقه شادي. قال له هاي Asher، I didn't know you lived here، ما كنتش عارف ان انت عايش هنا. ده مين اللي قال له كده؟ شادي. It's my grandma's house، رد عليه طبعا وقال له ده منزل تيتا. said Asher. Do you want to come to the park with me، تحب تيجي معايا الحديقة. and my dad، وبابا. asked مين؟ شادي. رد عليه طبعا قال له yes but I'll have to ask grandma، لكن لازم الأول أسأل مين؟ تيتا. ده مين اللي قال كده؟ سيد آسر. آسر went inside، دخل عند تيتا. grandma can I go to the park with Shadi، ممكن أروح البارك مع شادي. and his dad، وبابا please. he said، طبعا ردت عليه قالت له yes of course، نعم بالطبع. take your water bottle، اوعى تنسى تاخد الازازة المية معاك. وقالت له مين الكلام ده؟ replied grandma اللي هي ايه تيتا.
كده خلصنا الجزء الريدنج، تعال نروح مع بعضينا هنحل الاكسرسايز على مين؟ على الجزء اللي احنا ايه قريناه. طبعا هنا بيقول read and write yes or no. اول حاجه my or wanted to listen to the radio in the car. طبعا هنقول له ايه هنا؟ no. هنقول له هنا ايه؟ no. طبعا answer was. طب ليه هنا نقول no؟ هي ما كانتش عايزه تسمع راديو، هي كانت عايزه اوديو بوك. number 2 answer was thinking about his school concert. آسر طبعا كان بيفكر هنا فين؟ في اللي هي ايه الحفلة الموسيقية بتاع المدرسة. هنقول له yes. بعد كده آسر went to the garage to get his guitar. هو راح الجراج عشان يجيب الجيتار؟ لا طبعا، عشان يجيب الفوتبول بتاعه. يبقى طبعا هنقول له هنا ايه؟ no. بعد كده في number 4 بيقول the shovel was covered in ice. هو طبعا الكوريك كان مغطى بالتلج؟ لا طبعا، هنقول له ايه؟ no. امال كان مغطى بيه؟ هنقول له بالمض. السؤال اللي بعد كده بيقول لك why did Acer go to the garage؟ ليه Acer راح عشان يجيب ايه؟ ليه راح الجراج؟ هنقول to get عشان يجيب ايه؟ his football، يجيب ايه؟ الكرة بتاعته، كرة القدم. قال له who invited Acer to go to the park؟ مين اللي دعا Acer عشان يروح البارك؟ هنقول his friend Shady. his مين؟ friend Shady، صديقه مين؟ Shady. بعد كده نروح على الميني تيست تو اللي بعديه. بيقول لي dad planned to take the children to grandma's house. هو مين هو اللي خطط ان ياخد الاطفال لمين؟ لمنزل تيتا. طبعا مش مين؟ مش داد، سلمى اللي هي مام. هنقول له هنا ايه؟ نو. هنقول له هنا ايه؟ نو. بعد كده في الكويشن بعد كده بيقول له اسر وينت تو ذا جراج تو جيت هيز باسكت بول. هو راح الجراج عشان يجيب الباسكت بول. طبعا اللي جابها هنا برضو نو. هو راح عشان يجيب طبعا الفوت بول. في نمبر 3 بيقول له اسر وانتد هيز بيرنتس تو ريمبر هيز كونسرت. طبعا هو كان عايز والديه يفتكروا الكونسرت بتاعته، حفلة الموسيقية. نمبر 4 بيقول لك اسر سو باسكت اوت سايد ذا جراج. هو شاف باسكت؟ نو. هو شاف مين هنا؟ شافل. في السؤال بعد كده بيقول لك وير ديد سلمى تيك ذا تشيلدرن اون ذا ويك اند. خدتهم فين في العطلة؟ هنقول تو ذير جراند ما هاوس، للمنزل بتاع مين؟ تيتا. بعد كده بيقول له وات ديد اسر سي ان ذا جراج. شاف ايه اسر في الجراج؟ هنقول هي سو شوفل، ا شوفل، يعني شاف ايه هنا كده؟ اللي هو ايه؟ كوريك. طبعا دي اخر حاجة معانا، وان شاء الله بإذن الله في الفيديو الجاي هنشرح مع بعضنا زي اند، النهاية بتاع مين ايه القصة. Thank you. Goodbye.